ثيابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا يا رب العالمين مشاهدين الأعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد مع ورتلناه ترتيلا هذا البرنامج الذي من خلاله نحرص أن نتعلم وأن نرتقي بمستوى تلاوتنا إلى أن نكون بإذن الله تعالى مع السفرة الكرام البررة الذين هم مهرة بقراءة القرآن بتدبره وفهمه ومعرفة معانيه ومراد الله تعالى منه مع السفرة الكرام البررة الذين يرتلون القرآن حق ترتيله ويتلونه حق تلاوته من خلال هذا البرنامج نتواصل مع مشاهدينا الأعزاء لنستمع إلى تلاواتهم إلى قراءتهم ونبدي بعض الملاحظات التي تحتاج إليها حتى ترتقي إلى المستوى المطلوب بإذن الله تعلم أحكام التجويد وكيف نقرأ القرآن من خلال هذا اللقاء وهذه اللقاءات المتكررة عبر فضائية اليرموك في مثل هذا الوقت من كل أسبوع وستكون الأرقام التي يعني أرقام التواصل مع هذا البرنامج ستظهر مرة تلو الأخرى على الشاشة فكونوا معنا وأهلا ومرحبا بكم سيكون حديثنا في بداية الأمر عن موضوع جدير بأن نتحدث عنه وهو كتابة القرآن الكريم والذي عرف فيما بعد باسم رسم المصاحف أو الرسم العثماني لأن أموره استقرت في أيام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هذا الموضوع له أهمية بالغة في حديثنا عن كتاب الله تعالى وعن تلاوته وتجويده ذلك أن المسلم إذا أمسك المصحف بين يديه من أجل أن يقرأ شيئا من كلام الله وأخذ يقلب صفحات هذا المصحف فإنه لا يستذكر في الغالب الجهود التي بذلت على مدار التاريخ حتى صار المصحف بصورته الحالية وبالأحجام المختلفة فمنها الكبير والمتوسط والصغير وحجم الجيب وكل ذلك متيسر بفضل الله تعالى إضافة إلى ما هنالك من التسجيلات الصوتية والتسجيلات المرئية أيضا والخدمات الكثيرة التي خدم بها هذا الكتاب العظيم ويستطيع كل مؤمن أن يوقن ويزعم موقنا أنه ما من كتاب على مدار التاريخ لقي من الحفاوة والعناية والاهتمام مثل ما لقي كتاب الله العزيز إذن عندما تمسك المصحف بين يديك أخي المسلم أختي المسلمة وتتفكر في هذا المصحف عليك أن تتفكر يسيرا بهذه الجهود التي بذلت منذ أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أيام أبي بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم تسلسل هذه الأمور إلى زماننا هذا فرضي الله عن جميع أصحاب رسول الله وعن جميع من خدموا كتاب الله مخلصين بذلك وقاصدين وجه الله العظيم وتقديم هذه الخدمة المميزة تسهيلا على أمة الإسلام
في قراءتها وتلاوتها وحفظها وتدبرها لكتاب الله العظيم. كتابة القرآن مرت بأطوار كثيرة، بدأت منذ بدايات نزول القرآن الكريم، لا نقول منذ البداية الأولى لنزول القرآن، ولكن منذ عهد مبكر أيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة يدعو الناس إلى الإسلام سرا، بدأ يأمر بكتابة ما ينزل عليه من آيات القرآن الكريم. وكان عدد من الصحابة الذين دخلوا في الإسلام ممن يحسنون القراءة والكتابة، وفي مقدمة هؤلاء كان أبو بكر الصديق، وكان الأرقم بن أبي الأرقم الذي كان المسلمون يجلسون في داره سرا مستخفين عن أعين قريش، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيهم فيجلس معهم ويعلمهم ويقرئهم القرآن ويأمرهم بالكتابة. إذن بدأت الكتابة منذ عهد مبكر، وعلى ذلك أدلة كثيرة. ولعل هناك إشارة في قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قرع الباب على أخته وكانت في بيتها مع زوجها، وكان معهما خباب بن الأرت يقرئهما شيئا من القرآن مكتوبا في صحيفة. والقصة في نهايتها كان مكتوب في الصحيفة مطلع سورة طه، وأن عمر بن الخطاب تأثر كثيرا عندما قرأ هذه الآيات، وقال لهم دلوني على رسول الله فأنا أريد أن أسلم، وذهب وأعلن إسلامه. هذه الرواية وإن وردت بضعف في بعض رواياتها وأسانيدها، لكن يمكن الاستشهاد بها على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة المصحف الشريف، كتابة آيات القرآن التي تتنزل منذ وقت مبكر، وكان أيضا يرسل بعض النجباء من أصحابه الذين يتقنون ويحفظون سورا من القرآن من أجل أن يعلموا المسلمين والمسلمات في بيوتهم. وهذا كان منهجا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر الحال أيام وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، عندما كان يربي الجيل الأول على القرآن العظيم وعلى الإسلام وعلى أن يثبتوا ثبات الأبطال، لأن العقيدة التي رباهم عليها عقيدة تدفع كل مسلم إلى أن يحب الله تعالى حبا عظيما، وأن يعظمه وأن يخشاه. ولذلك لم يكن هناك تشريعات، اللهم إلا إشارات سريعة في موضوع التشريعات، وإنما كان البناء على العقيدة والتأسيس على الثبات على الإيمان وتقديم حب الله وحب رسوله على حب أي شيء آخر. ثم بعد ذلك عندما هاجر صلى الله عليه وسلم بدأت التشريعات تتنزل بطريقة موسعة، وبدأت الأمور تستقر، لأن المسلمين أخذوا وضعهم في المدينة المنورة تحت ظل دولة إسلامية. إذن كتب ما تنزل من القرآن الكريم في العهد المكي أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإشارات التي تفيد أن الصحابة كانوا يكتبون على اللخاف وهي الحجارة البيضاء العريضة، وعلى العسب وهي أجزاء تقص من شجر النخيل ولها طرف عريض يكتب عليه، والجلود وما أشبه ذلك. هذه الأدوات البدائية التي كانت متوفرة لم تكن هي الوحيدة، وإنما كانت هناك أيضا أدوات أخرى، منها الورق الصيني
والجلود المرققة أو المدبوغة بطريقة تجعلها رقيقة وقابلة للطي وقابلة لأن تلف وأن تنشر وأن يكتب عليها يعني كلمات كثيرة في رقاع صغيرة. هذا كله كان متوفرا إذا علمنا أن مكة المكرمة كانت آنذاك مهبطا للقوافل التجارية ومستقرا لها، وحولها وفيها كثير من أسواق العرب، فهناك سوق عكاظ القريب من مكة، وكذلك سوق مجنة والمجاز وغيرها من الأسواق. وكانت رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الشام، وكانت أيضا رحلات إلى الحبشة وإلى نجد وإلى الطائف وإلى غير هذه الأماكن، كل ذلك بقصد التجارة، وإن كانت أعلاها وأشهرها رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. إذن هذه الرحلات التي كانت تقوم بها قوافل تجارية كثيرة يملك أكثرها الزعماء والأغنياء، هذه القوافل كانت تأتي بأنواع كثيرة من البضائع، وكان منها الورق الذي يكتب عليه. وطبعا لا تسعف المصادر بنقول غزيرة في هذا الموضوع، ولكن هناك بعض الإشارات من نصوص تدل على ذلك. ومما يدل على وجود هذه الأوراق والرقاع واستخدام الرسول صلى الله عليه وسلم لها، أنه صلى الله عليه وسلم في أثناء هجرته إلى المدينة المنورة كان مهاجرا ومعه أبو بكر الصديق، ويخدمهما في الطريق عامر بن فهيرة، وكان الدليل عبد الله بن أريقط أو عبد الله بن أرقط، وكان مشركا. إذن هذا الركب كان فيه كاتبان هما أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة، وعندما لحق سراقة ابن مالك برسول الله صلى الله عليه وسلم طمعا في أن يرده إلى المشركين مقابل الجائزة وهي 100 ناقة، وهذا يعني ثروة عظيمة، عندما عجز سراقة وغاصت أقدام فرسه في الأرض الصخرية وعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم منه، إذ تكرر الأمر 3 مرات، قال: يا محمد، الأمان الأمان. عندئذ الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج رقعة من كنانة سهامه أو من كنانة أو من غمد سيفه، وأمر أبا بكر أن يكتب لسراقة كتابا بالأمان، وقال له: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ وكتب أبو بكر الصديق أو عامر بن فهيرة كتب لسراقة كتابا بالأمان ووعدا بأن يلبس سواري كسرى، وهذا الأمر تحقق في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما صار أميرا للمؤمنين. والشاهد في المسألة هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على أن تكون معه أوراق أو رقاع من أجل أن يكتب بها، كيف لا؟ والقرآن الكريم هو أعظم مشروع والمطلوب من المسلمين أن يكون لهم عناية خاصة بهذا القرآن العظيم. لذلك عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وسع دائرة القراءة والكتابة، وأمر بتعليم أبناء المهاجرين والأنصار في المدينة، ونشر علم الكتابة وسائر أنواع العلوم المتصلة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم الدين والتفقه في الدين وتعليم الناس أمور دينهم، وصار المسجد الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم صار موئلا للعلم، يجتمع الصحابة حول رسول الله يسمعون منه، وكان بعضهم يكتب. ولذلك يعني وردت نصوص كثيرة: كنا عند رسول الله
صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، فسأله سائل يا رسول الله أي المدينتين، أو فقال صلى الله عليه وسلم تفتح عليكم قسطنطينية وتفتح عليكم رومية، فسأله سائل يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا، فقال مدينة هرقل تفتح أولا يعني القسطنطينية، وقد تحقق هذا وسيتحقق فتح روما أيضا بإذن الله تعالى. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وهو لا ينطق عن الهوى. الشاهد هنا كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب. إذن الصحابة كانوا يكتبون وكانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقون القرآن مباشرة من فمه الشريف بعد أن يكون هو تلقاه من الوحي. إذن هي حلقة قريبة مباشرة أن يتلقوا من فم رسول الله، ورسول الله يتلقى مباشرة من الوحي من جبريل عليه الصلاة والسلام، يأمرهم أن يقرأوا حتى يطمئن على أنهم أحسنوا القراءة وأحسنوا الحفظ، ثم يأمر بعض من حضر ممن يكتبون أن يكتبوا ما نزل، ويتم توثيق ذلك وحفظه في مكان من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند بعض الصحابة الكرام، وكان لكل منهم صحيفته أو صحائفه التي يكتب فيها. هذا بالنسبة لمن كانوا يكتبون ويقرؤون مباشرة من المصاحف. كان اعتماد الصحابة في الأصل على الحفظ في الذاكرة، ولذلك عامة الصحابة كانوا يعتمدون على ذاكرتهم في حفظ وتوثيق الأشياء، لكن مؤسسة كتاب الوحي الذين استخدمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابة الوحي وكتابة الرسائل وكتابة المخاطبات التي كان يخاطب بها الزعماء ورؤساء القبائل والناس، هذه المكاتبات تولاها عدد كبير من الصحابة، أحصاهم بعض العلماء فزاد العدد عن 40، ومنهم أناس كتبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وأناس كتبوا قبل وبعد الهجرة، وأناس كتبوا فقط بعد الهجرة. إذن هذه الكتابة وهذا التوثيق للمصحف الشريف بدأ يتزايد مع مرور الأيام، وعندما اقتربت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن المصحف مجموعا في كتاب واحد، وذلك لأمور من أهمها أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوقع نزول شيء جديد من القرآن، وهذا يعني أنه لا يمكن وضع صورة نهائية للمصحف الشريف ثم بعد ذلك تنزل آيات فيأمر صلى الله عليه وسلم بأن توضع في مكانها في سورة كذا أو في بعد آية كذا وقبل آية كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا المصحف الشريف له ترتيبان، الترتيب الأول حسب النزول، ولكن القرآن لم يرتب في المصاحف بحسب النزول، هذا الترتيب يقتضي أن تكون سورة العلق أول سورة نزلت، ثم بعدها سورة المدثر، ثم بعدها سورة المزمل، وهكذا على ترتيب النزول. لكن هذا الترتيب لم يعتمد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن العلماء بحثوا عن هذا الترتيب وحاولوا بصورة تقريبية أن يرتبوا القرآن بحسب النزول من أجل أو لغايات البحث العلمي ودراسة مراحل
الدعوة، دراسة العهد المكي ثم دراسة العهد المدني، ودراسة متى نزلت كل سورة، في أي مرحلة، ما الظرف، ما المناسبة، ما السبب، وهكذا. الترتيب الثاني وهو الذي اعتمده الرسول صلى الله عليه وسلم إذ سمعه تلقيا من الوحي، وهذا ما يسميه العلماء بالتوقيف. توقيف يعني أخذه من الوحي، فليس له أن يقدم أو يؤخر أو يزيد أو ينقص. وهذا الترتيب الذي جعل سورة الفاتحة أول المصحف الشريف، ثم سورة البقرة، ثم سورة آل عمران، وهكذا إلى سورة الناس. هذا الترتيب المصحفي هو المعتمد، وكان صلى الله عليه وسلم حين يقرأ للصحابة في صلاته أو يقرأ ويعلم الصحابة في مجالس العلم، كان يحرص غالبا على مراعاة ترتيب المصحف، والصحابة رضوان الله عليهم يسمعون رسول الله ويأخذون من فمه الشريف، يأخذون منه مباشرة، تستقر عندهم هذا الترتيب المصحفي. سئل عبد الله ابن مسعود عن سؤال من القرآن الكريم فأجاب بقوله سورة الإسراء وسورة الكهف وسورة مريم وسورة الأنبياء وسورة طه وسورة الأنبياء، قال هن من العتاق الأول، يعني مما نزل قديما بمكة، وهن من تلادي، يعني من السور التي حفظتها قديما، لأن التليد هو القديم وجمعه تلاد، وهي الأشياء القديمة. هن من العتاق الأول وهن من تلادي. معنا اتصال؟ طيب، مشاهدين الأعزاء نتوقف مع فاصل قصير، فكونوا معنا وحياكم الله. حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة،
حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا نتحدث عن كتابة القرآن الكريم، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما وافته المنية كان آخر نجم وآخر شيء نزل من القرآن قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية 282 من سورة البقرة نزلت قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بتسع ليال فقط. إذن ما كان هناك مجال لأن يجمع المصحف في كتاب واحد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر صلى الله عليه وسلم أن توضع في مكانها بعد الآية التي يذكر فيها كذا وقبل الآية التي يذكر فيها كذا، فوضعت في مكانها. بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت حروب الردة، استشهد عدد كبير من قراء القرآن وحفاظه في معركة اليمامة وفي غيرها من حروب الردة، مما جعل عمر رضي الله تعالى عنه يشير بجمع القرآن على خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذه قصة سيكون الحديث عنها مفصلا في لقاء قادم بإذن الله تعالى. كتابة المصاحف، الرسم القرآني، لا بد من الإشارة إلى أن هناك اختلافا كبيرا بين الرسم الإملائي الاصطلاحي وبين رسم المصاحف،
وهذه بعض الإشارات العابرة السريعة لنتحدث في وقت لاحق بإذن الله تعالى عن قواعد رسم المصحف العثماني. أما اليوم فنعرض فقط هذه النماذج. نلاحظ هنا في كلمة ذلك الكتاب في أول سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا، مين معنا؟ ديما، ديما الجهني. ديما كيف حالك يا ديما؟ الحمد لله. هتقرأي من أي سورة؟ الحاقة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة. مدي أكثر. وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. وعاد فعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعا كأنهما أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ لهم من باقية. من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات في الخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم. طغى الماء. الماء حملناكم في الجارية. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. بارك الله فيك يا ديما، قراءتك طيبة ومتحسنة ما شاء الله، لكن نريد منك اهتماما أكثر ومتابعة أكثر إن شاء الله. بارك الله فيك وشكرا على الاتصال. إذا كتابة المصاحف تختلف في أمور كثيرة عن كتابة الإملاء الذي عرفه العرب وعرفه الناس في كتابة لغتهم. على سبيل المثال هذه في قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نلاحظ أن كلمة ذلك محذوفة الألف، وهذه الإشارة الألف الصغيرة والحركات والنقاط كلها سيكون الحديث عنها في درس الضبط، ضبط المصاحف. فضبط المصاحف علم مختلف أو مستقل عن كتابة المصاحف ورسمها. نلاحظ أيضا كلمة الكتاب وهي باللون الأحمر هنا، الكتاب لأن الألف محذوفة فيها، فأصل الكلمة لو جردناها من علامات النقط والتشكيل الكتاب ألف لام كاف تاء باء دون وجود الألف. إذن هذا من قاعدة الحذف، يعني أن يحذف حرف من الحروف مع أنه في القراءة منطوق به مقروء، لكن يحذف الحرف كتابة. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أشارك يا شيخ؟ مين معنا؟ خولة. أهلا وسهلا أخت خولة، ماذا ستقرأين؟ من سورة الزمر. بسم الله. آية 61 إن شاء الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. ما شاء الله، قراءة طيبة ومتقنة يا أخت خولة، وبارك الله فيك. أنبه على قضية وهي يعني العين، حرف العين إذا كان ساكنا بعض الناس كأنما يتكئ عليه في القراءة، يعني كلمة أعبد يعني لا يحسن أن نقول أعبد وكأني أمشي فيها، لأن هذا الحرف من الحروف المتوسطة فلا يجري معه الصوت تمام الجريان ولا ينحبس تمام الانحباس، فهو حرف متوسط بين الحروف الشديدة والرخوة. ولذلك نقول تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أعبد تعملون إن شاء الله. بارك الله فيك، قراءتك متقنة وطيبة، وشكرا على الاتصال. أيضا من الأمثلة والنماذج التي معنا في كتابة المصاحف، نلاحظ هذه الكلمة في سورة الشعراء: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. نلاحظ كلمة علماء، هذه الكلمة يوجد فيها حذف الألف وهذا من قاعدة الحذف، ويوجد فيها زيادة الواو أو إبدال الألف المحذوفة أو الإبدال الألف الأخيرة في الكلمة واوا وهذا من قاعدة الإبدال، وأيضا زيادة ألف في نهاية الكلمة فهذا من قاعدة الزيادة. إذن هنا ثلاث قواعد في هذه الكلمة: حذف وإبدال وزيادة. إذن هي مختلفة تماما عن الكتابة بصورة إملائية. كذلك كلمة إسرائيل هذه حذفت منها الألف التي في وسطها بعد الراء، الألف هذه محذوفة فهذه من قاعدة الحذف. أيضا نلاحظ هنا في سورة الأنبياء قوله سبحانه وتعالى: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. نلاحظ هذه الواو في كلمة سأريكم، بعض الناس يقرأها سأريكم، لكن عليه أن ينتبه، فهذا الضبط الذي فوق الواو
الدائرة التي فوق الواو، هذه تستخدم في المصاحف للدلالة على أن هذا الحرف زائد كتابة، بمعنى أنه موجود في المصحف مكتوب ولكن ليست له قيمة صوتية، لا ينطق به، حرف صامت غير مقروء. إذن نقرأها سأريكم، سأريكم، إذن هنا كتب الحرف مع أنه ليس له قيمة صوتية نطقية. بعدها كلمة آياتي في نفس الآية، آياتي، نلاحظ أن الهمزة كتبت على السطر وهذا يدخل في قاعدة الهمزة، ثم بعدها الألف، ثم بعدها الياء، وبعد الياء ألف محذوفة أشير إليها بهذه الألف الملحقة الصغيرة. إذن هنا عندنا قاعدة الهمز وعندنا قاعدة الحذف، وفي كلمة سأريكم قاعدة الزيادة، كل هذه من ضمن قواعد كتابة المصاحف على ما سنتناوله في لقاء قادم بإذن الله تعالى. نلاحظ أيضا من الأمثلة هنا في سورة الأنبياء قوله سبحانه وتعالى ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، هذه كلمة ننجي نلاحظ أنه قد كتبت بنون واحدة وزيدت هذه النون الملحقة، هذه ليست من أصل رسم المصاحف وإنما هي ضبط، هذه النون الصغيرة نون ضبط والنون الكبيرة هي نون الرسم. إذن هي كتبت نجي، ولكن علماء الضبط ألحقوا هذه النون لتساعد القراء والذين يستخدمون المصاحف في قراءتهم حتى لا يخطئوا. في الآية نفسها الكلمة الأولى ونجيناه، الكلمة التي تظهر عندنا في أول السطر ونجيناه، أيضا فيها قاعدة الحذف فقد حذفت الألف التي بعد النون ونجيناه، إذن هذه فيها حذف في موضعين، وكذلك في كلمة وكذلك أيضا فيها حذف الألف التي بعد الذال. إذن هذه النماذج تشير لنا إلى أن الصحابة استخدموا في كتابتهم للمصاحف طريقة جديدة مبتكرة، ولهم في ذلك غايات سيأتي الحديث عنها بإذن الله تعالى. الآن إن شاء الله نأخذ الآيات الأواخر من سورة الإسراء ونبدأ بالتطبيق عليها ابتداء من الصفحة التي قبل الأخيرة في المصاحف، أرجو أن تظهر الآن على الشاشة، ابتداء من قوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا، مين معنا؟ ملك القضاء. اهلا وسهلا ملك، كيف حالك؟ الحمد لله كويسة. ماذا ستقرأين؟ سورة الطارق. سورة الطارق، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق. مما خلق. مما خلق. لا يوجد ألف بعد الميم. مما خلق. مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر،
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ما شاء الله عليك، الله العظيم. ما شاء الله عليك يا ملك، لكن نريد منك يعني أن تتدربي جيدا على القلقلة وبقية أحكام التجويد. قراءتك طيبة الحمد لله، لكن نريد منك إتقان أحكام التجويد، وشكرا على اتصالك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا، مين معنا؟ أسماء. أسماء، ماذا ستقرأين يا أسماء؟ تسمعين يا أسماء؟ نعم. ماذا ستقرأين؟ سورة الحاقة. كمان سورة الحاقة، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. أسماء، هذه ليس تنوين، هذه ضمة. ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وعاد. ثمود وعادوا بالقارعة. أيوة، عاد، عاد فيها تنوين وبنعمل قلب. وعاد. وعاد بالقارعة. أيوة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. أيضا 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 ثمود. ثمود. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وما عاد وأما وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. لا تستعجل، لا تستعجل يا أسماء، اقرأي بهدوء. سخرها عليهم. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون من قتلهم. لا انتبهي انتبهي، وجاء فرعون ومن قبله. وجاء فرعون فرعون وجاء فرعون من قبله ومن قبله ومن قبله والمؤتفكة بالخاطئة والمؤتفكات والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول فعصوا 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 رسول ربهم فأخذهم أخذة راضية. ما شاء الله عليك يا أسماء، قراءتك جيدة، لكن نريد منك أن ماما وبابا يهتموا إن شاء الله بتعليمك وإقرائك حتى تتقني القراءة بشكل أحسن، وإن شاء الله تعالى نسمعك مرات قادمة. بارك الله فيك وشكرا على الاتصال. إذن هذه نماذج، والآن إن شاء الله تعالى نأخذ هذه الآيات من أواخر سورة الإسراء وشيء من التطبيق عليها لبعض أحكام التجويد. نرجو أن تعرض الآيات من سورة الإسراء على الشاشة. قال الله تبارك وتعالى، طبعا الآية رقم 99، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا
قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم. نقف مع هذه الآية الكريمة وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وعد الآخرة المقصود به وعد الإفسادة الآخرة لأن الله سبحانه وتعالى حدثنا عن إفسادتين عظيمتين لبني إسرائيل لا يعني بلغتا مبلغا أكثر من الوصف. الإفسادة الأولى كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والإفسادة الثانية هي إفسادهم في زماننا. أسكنوا الأرض أي مناطق متفرقة من سائر بقاع الأرض فإذا جاء وعد الآخرة وقد جاء الآن جئنا بكم لفيفا إلى هذه الأرض التي فيها المسجد الأقصى وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة يعني عباد الله الصالحون الذين يجري الفتح على أيديهم. ثم هذه الإفسادة الآخرة لبني إسرائيل يجتمع بنو إسرائيل وأحلافهم وألفافهم في هذه الأرض المقدسة المباركة ليعيثوا فيها فسادا ولكن لتكون خاتمتهم بإذن الله تعالى حيث سينتصر عليهم المسلمون ويقتلونهم ويفر اليهود ويختبئون خلف الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله
إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. ما فعله ويفعله اليهود في المسجد الأقصى هذه الأيام أمر يندى له الجبين، والمشكلة أن المسلمين ساكتون لا يتحركون إلا حركات يسيرة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ المرابطين والمرابطات في ساحات المسجد الأقصى وفي داخل المسجد الأقصى وفيما حوله، وأن يزيدهم ثباتا، وأن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا يرضاه عنا، ويكون من وراء هذا الرد الجميل تحرير المقدسات بإذن الله سبحانه وتعالى. مشاهدين الأعزاء، إلى أن نلقاكم في لقاء جديد من برنامج ورتلناه ترتيلا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من المهرة بالقرآن فالماهر بالقرآن مع السفرة البررة الكرام البررة، نسأل الله أن نكون منهم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله،